الجوية والتي من خلالها حد تساقط أمطار راح تكون غزيرة ومعتبرة على المناطق الوسطى والوسطى أقول المناطق الوسطى الشرقية والشرقية للبلاد، وهذا بداية من نهار اليوم إلى غاية يوم الغد على الساعة 6 من صباح يوم الغد الخميس. الولايات المعنية كل من ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وشمال مدينة سطيف. كميات الأمطار المرتقبة بهذه الولايات أن تصل إلى حوالي 40 مليمتر محليا. أما بولاية سكيكدا، عنابة، طرف، سوق هراس وقلمة فإن الأمطار بها ستتساقط بداية من الساعة 9 من نهار اليوم إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 3 من صباحا. كميات الأمطار إن شاء الله ستصل إلى حوالي 70 مليمتر محليا. زميلتي إيمان، يعني فيما يخص تفسير لهذه الوضعية الجوية وتسلسل الاضطرابات الجوية، نربط الآن الاتصال مباشرة مع المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية السيدة هوارية بن رقطة. مساء الخير سيدتي. مساء النور الأخت حسيبة. سيدتي بداية يعني نود تفسير لهذه الوضعية الجوية فيما يخص تسلسل الاضطرابات الجوية، الأمطار، فيما يخص الأمطار كذلك الثلوج وحتى الرياح هذه المرة. إذا بالفعل أخت حسيبة كما ذكرت جيدا، نشرات خاصة بمختلف عناصر المناخ هي تعود لتسلسل كما ذكرت أيضا اضطرابات جوية مختلفة النشاط. ما عشناه من قبل كان عبارة عن اضطراب جوي يعني عديم الأمطار، بل كان مرفوقا برياح قوية، وبعده مباشرة هناك هواء بارد تسرب على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة على المنطقة الوسطى الشرقية للوطن. كما يعني ذكرت في النشرية الخاصة، نشاط هذا الاضطراب الجوي هو أكثر نشاط وأكثر اعتبار على المناطق الشرقية وأقصى شرق الوطن الجزائري. إذا هذه تعود لأن هذا الاضطراب الجوي هذه المرة زحف أكثر نحو الجانب الشرقي للوطن ولم يأتي مباشرة نحو المناطق الوسطى. إذا الرياح قوية لأن الاضطراب الجوي مرفوق بانخفاض في الضغط الجوي. إذا هناك انخفاض في الضغط الجوي على المستويات السفلى للغلاف الجوي، وهذا الانخفاض في الضغط هو اللي يزيد في سرعة الرياح. ضف إلى ذلك نسبة الهواء البارد نسبيا، بما أن حتى الثلوج المستويات نتاعها ماهيش منخفضة، فقط حوالي 900 متر إلى 1000 متر. إذا كما قلت الأخت حسيبة، هو تسلسل اضطرابات جوية شتوية جد عادية، يعني لا تخص الجزائر فقط، بل هي تمر من شرق وغرب الحوض الأبيض المتوسط وتمر بمناطقنا الشمالية. نعم، خلينا سيدة هوارين يعني نروحوا لحالة البحر، يعني كذلك الصيادين وحتى الملاحة البحرية، السفن التجارية، هي تعرف يعني منذ أزيد من 3 أيام يعني بحره كثير الهيجان وعلو الأمواج لحق يلحق حوالي 7 أمتار، يعني فيما يخص هذه الوضعية ماذا تقولين؟ إذا بالفعل بما أن هذا الاضطراب الجوي هو مرفوق أيضا يعني رياح قوية، وكما ذكرنا أن الوضعية الجوية على سطح البحر هي تأتي بعنصرين، هو العلو للأمواج وأيضا للرياح القوية. إذا نلاحظ حاليا أن الرياح يعني ما حبستش، بل هو يعني تغذية مباشرة للرياح لسطح البحر. لماذا؟ لأن البحر يحتاج إلى يعني قوة، والقوة تاعو هو الريح. ما دامت الريح مستمرة، ما دام الأمواج العلو تاعها يزداد. ويعني هذه فرصة لنقول أن هناك نشرية خاصة قد يعني بعثت لمستعملي الملاحة البحرية، يعني تنص على أن الأمواج المعنوية ارتفاعها قد يفوق 6 أمتار، وأذكر خاصة يعني الموانئ والسواحل الشرقية للوطن. سيدتي فيما يخص يعني قلت الأمواج الحق حوالي 6 أمتار، هل يعني ستمتد هذه الأمواج إلى حوالي إلى السواحل الشرقية؟ يعني تخرج الأمواج للساحل؟ إذا هذا يعني شيء يعود إلى كيفية بناء هذه الموانئ. هناك موانئ محمية وهناك موانئ غير محمية. إذا كانت هناك موانئ محمية من يعني اتجاه شمالي الشرقي، فيمكن أن هذه الأمواج لا تخرج للطريق. شكرا لك سيدتي على المعلومات.